فريق الفرسان للعروض الجوية التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة. تشكيل يسمى الجناح الكبير بألوان علم دولة الإمارات من خلال الدخان المنبعث من الطائرات، الصعود إلى الأعلى ومن ثم تغيير الشكل إلى رأس الحربة وانعطاف إلى جهة اليمين. ومن ثم الالتفاف والصعود إلى الأعلى ليفاجئنا الفريق برسم الخيمة الإماراتية. يقوم الفريق الآن بالصعود إلى الأعلى وتغيير الشكل. ها هم فرسان الإمارات من أمام المنصة صاعدين إلى الأعلى ومن ثم القيام برسم الخيمة الإماراتية. انفصال الفريق الآن. تنفصل طائرتان من الفريق وهما الفارس رقم 6 والفارس رقم 7 والدخول من على يمين ويسار المنصة وعمل حركة زوبعة الإعصار. صعود متزامن ومن ثم النزول بنفس الوقت. عمل مواجهة متعاكسة من أمام المنصة. يقوم كل طيار الآن بوضع المحرك إلى مستوى الصفر والسقوط بشكل عشوائي من على يسار المنصة. دخول الفرسان 1 و2 و3 و4 و5 لعمل دوران عمودي وتغيير الشكل من السهم الخماسي إلى الشوكة. تغيير الاتجاه أثناء الانحدار والمغادرة من أمام المنصة. دخول الفارس رقم 6 و7 من على يمين المنصة في دوران محوري لأحدهما وقيام الآخر بتغيير وضع طائرته إلى الوضع المقلوب بين حين وآخر. ومن أمام المنصة دخول الفرسان 5 لرسم النخلة رمز الخير والعطاء. صعود إلى الأعلى ومن ثم الانفصال. وبحركة فيها الكثير من المخاطرة المحسوبة يقوم الفارس رقم 7 بالدخول من على يسار المنصة
للطيران بسرعة منخفضة جدا وارتفاع منخفض وعزف الطائرة وتطويعها وكأنه فارس يعزف خيله الأصيلة. دخول الآن من على يسار المنصة. يقوم الفرسان الستة الآن بالدخول من على يسار المنصة في تشكيل الكونكورد. صعود إلى الأعلى والالتفاف العمودي المحوري من يسار المنصة إلى يمينها. دخول الفارس رقم 7 من على يسار المنصة مرة أخرى. من على يمين المنصة دخول الفارس رقم 7. لعمل دائرة أفقية قبل أن يقوم بقلب طائرته والارتفاع إلى الأعلى بالشكل المقلوب. جسم الطيار إلى تحمل السلبية الجاذبية. دخول الفرسان الآن من أمام المنصة بعمل الانفجار ورسم علم دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أمام المنصة يقوم الفارس رقم 7 بالارتفاع إلى الأعلى ومن ثم وضع محرك طائرته إلى الصفر بحيث تقوم طائرته بالسقوط العشوائي. ومن على يسار المنصة سيهم الفرسان الآخرون بالدخول في شكل خط متوازي لكل ثلاثي. صعود إلى الأعلى وتغيير الشكل إلى شكل رأس السهم. سيقوم الثلاثي الآن بالانفصال يميناً ويساراً لرسم القلب الإماراتي.
دخول الفارس رقم 7 من على يسار المنصة بعد أن أنزل عجلات الهبوط لطائرته. الارتفاع إلى الأعلى بهذه الحالة، وفي الأعلى سيقوم بإرجاع عجلات الطائرة والمعاودة مرة أخرى. سيقوم الفرسان الستة الآخرون بالدخول من على يسار المنصة. ودخول الفارس رقم 7 من على يمين المنصة. يقوم الفارس رقم 7 بالاختراق لباقي المجموعة. سيقوم الفرسان السبعة بالتجمع مجدداً لأداء حركتهم الأخيرة. وهي حركة يتميز بها فريق الفرسان الإماراتي. سيعاود الفريق الدخول من على يمين المنصة. هذه الحركة التي تسمى بالبصمة الوراثية. بصمة الإمارات الوراثية.